عثمان بن طلحة كافر. يقول عرض علي النبي الإسلام 60 مرة، والحديث في البخاري. يقول عرض علي الإسلام 60 مرة فما أسلمت. يقول وكنت أمشي في سكك مكة، شوف هالعمل الخير، فرأيت أم سلمة، أم سلمة اللي تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها. يقول فرأيت أم سلمة معها ولدها طفلها، قلت أين تذهبين؟ قالت أذهب إلى رسول الله المدينة مهاجرة. هو كافر عثمان بن طلحة. قال لي وحدك لحالك؟ قالت ما الأمر، لوحدي 400 كيلو بين مكة والمدينة وتمشي على أقدامها. قال لا، اركبي على ظهر ناقتي أوصلك. هو كافر، وأركبها على دابته وراح بها حتى وقف فأنزلها فعاد. قال رسول الله هذا الرجل يسلم بفعله معها. هذا العمل يدخله في الإسلام في يوم من الأيام، وأسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه ودخل في الإسلام بسبب هذا الفعل الطيب.